تبادل للأدوار ضمن مجموعات تفاعلية وإغناء للأفكار البناءة قابلة للتطبيق للحد من العنف المدرسي هنا في ورشة العمل التشاركية بين وزارة التربية ومنظمة اليونسف بالتعاون مع أكاديمية شارك الأردنية في مركز الباسل للتدريب باللاذقية. تقوم أكاديمية شارك بتدريب العاملين في مديرية التربية في محافظة اللاذقية في أربع مدارس على تقنيات الحد من العنف في المدارس. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله بينكتب لها المشروع النجاح. نحن نستهدف في هاي المحافظات فريق محوري من المدربين اللي راح يقوموا على نقل هاي المهارات والتدريبات اللي احنا جايين نطبقها ان شاء الله في المدارس السورية بهدف يعني بالقدر الامكان انه نحد من العنف في المدارس السورية. راح يكون في عنا فريق محوري بيمثلنا في كل المحافظات المستهدفة ان شاء الله، اللي يعني على امل ان شاء الله انه نقدر نحقق اهداف هذا المشروع اللي يعني راح يكون على مدى مبدئيا على مدى 3 سنوات. تستهدف المشروع 6 محافظات في سوريا ويهدف الى الحد من العنف بالمدارس. نحن بنتمنى يطبق كل تدريبنا على طلابنا بالمدارس. أنماط من السلوكيات التي تعتبر من أسباب العنف المدرسي يقابلها آليات وأساليب لمعالجتها يتعرف عليها المشاركون في الورشة. كثير عم نعاني بمدارسنا من هذه المواضيع اللي انطرحت بهي الدورة، وكانت الدورة مفيدة لنا بحيث ننقل الخبرة اللي عم ننقلها من هون لمدارسنا، نطبقها بمدارسنا الحد والتقليل من العنف بين إن كان بين طلابنا بين أبنائنا التلاميذ أو بين حتى إن كان زملائنا المعلمين والمعلمات والتلاميذ. كثير اخذنا معلومات زاخره وتفيدنا، وكثير كثير متحمسين لنروح المدارس ونطبقها بسبب وضع الراهن والعنف اللي متداول بين الطلاب بين بعضهم او الممارس عليهم. هي ورشه عمل تحاكي الواقع على مدى 5 ايام في عده محافظات سوريه بهدف اكتساب الخبره والمهارات اللازمه وكيفيه التعامل للحد من العنف المدرسي وازاله مفرزات الحرب الكونيه على سوريا خاصه في المدارس.